مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه شوف تي في. كاميرو دياز ممثله امريكيه سابقه عندها 49 عام صرحت مؤخرا بانها ما بقاتش كديها في المظهر الخارجي ديالها وما بقاتش كتغسل وجهها نهائيا واخا عندها بزاف ديال منتجات العنايه بالبشره. وصرحت مؤخرا في برنامج رول بريكرز انها ما بقاتش كتركز على المظهر ديالها وان اخر حاجه كتفكر فيها هي كيفاش كيشوفوها الناس وان الاولويه ديالها من قربات ال 50 عام هي تبقى قوية. وصرحات بلي كانت تجربة مرهقة بزاف وكانت بمثابة العذاب النفسي لها ملي كانت في مجال التمثيل وكانت كتجلس لساعات طويلة قدام المراية. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.